أهلا بكم في تواصل دوت كوم، البداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. في محاولة لتبرير القصف الإيراني على أربيل قبل أيام، تحدث السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي وقال بأن الهجوم لا يستهدف سيادة العراق بل يستهدف قاعدة إسرائيلية كانت تنوي القيام بعمليات ضد طهران بحسب قوله. دعونا نتابع ما قاله السفير الإيراني في بغداد. لن نتهاون ولن نتخلى عن أمن أراضينا. ومرات حذرنا مسؤولي إقليم كردستان. أما متأسفون إن طهران عليها أن يتم ورد إقدام شو. ولكن للأسف لم يسمعوا الكلام، وهذه القاعدة الإسرائيلية التي هم وضعوها تحت تصرف الإسرائيليين قامت بتآمر عمليات ضدنا. جمهورية الإسلامية عليهم إقدام. فقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية برد فعل ضد تلك القاعدة. إن كاري بالسيادة إيران هذا. ليس الهدف يا أعزائي هو السيادة العراقية. إن باحترام دولة إيراننا ومردم العراق. وليست إساءة لا للحكومة العراقية. عبر مغردون عراقيون على منصة تويتر على وسم طرد السفير الإيراني رفضهم للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف أربيل، وطالبوا بطرد السفير الإيراني على خلفية هذا الهجوم وهذه التصريحات التي استفزت الشارع العراقي باعتباره بأن الهجوم لا يمس سيادة العراق كما قال إرج مسجدي. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم طرد السفير الإيراني. منهم من غرد وقال على تويتر كرجاء قالت للتاريخ: حتى عندما كان العراق محاصرا من جميع دول العالم وكانت إيران وقتها مفتوحة على العالم، كانت إيران لا تجرؤ على رفع نظرها تجاه العراق، وكان الخليج في مأمن من شرها. بعد احتلال العراق تنفست إيران الصعداء وتطاولت على كل دول المنطقة، تقول لا رادع لإيران سوى العراق. أما حوراء فقالت حملة طرد السفير الإيراني من العراق إرج مسجدي أصبحت مطلبا شعبيا بسبب سلوك بلاده في التعدي على سيادة العراق وكونه أحد ضباط الحرس الثوري الذي يهدد أمن العراق، وضرورة النظر في إغلاق القنصلية الإيرانية في أربيل بسبب دورها المساند للاعتداء على العراق. سهى قالت: ما الفرق بين ميليشيات إيران وإيران؟ فالقصف من خارج وداخل العراق هو إيراني، لكن عن طريق ميليشيات ولائية تابعة لهم داخل البلد. يقول ليث البصري: طرد السفير الإيراني ضرورة ملحة كرد رسمي على اعتداءات إيران على العراق بصواريخها باليستية همجية. كان من الأولى على إيران أن تضرب العمق الإسرائيلي بها إن كانوا جادين في الرد على إسرائيل، ولكنهم جبناء لم ولن يفعلوا ذلك لأنهم يعرفون عواقب هذه الخطوة الخطيرة جدا عليهم. طرد السفير الإيراني. نذهب إلى ملف آخر، وفي العراق أيضا وإلى محافظة البصرة، حيث قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي في مقطع متداول بأن أتباع التيار الصدري هجموا على منزل عائلة عراقية في محافظة البصرة وقاموا برشق المنزل بالرصاص الحي وروعوا ساكنيه كرسالة تهديد مباشرة بالقتل. دعونا نتابع هذا المقطع. هذول ولدنا يدعون حمرج مكتب السيد ورموا البيت ورمونا وطلق دخل البيت، يقولون احنا جماعة سيد مقتدى وما حد يقدر يحاكي لنا. أرجو من الله منكم توفوا سيد مقتدى وللكاظمي، احنا دخل سيد مقتدى أريدوا بخير يخلصنا منهم. أي واحد اسمه سدير ناصر حامد وأحمد ناصر حامد وبلال ناصر حامد من البصرة من التميمية، يقولون احنا بنكتب السيد عمي واحنا جماعة سيد مقتدى. تفاعل العراقيون حول هذا الحدث، وعراقيون قالوا أيضا بأن هذا المشهد يختصر الوضع الأمني في العراق الذي أصبح غابة تهيمن عليها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. تفاعل الجمهور العراقي كما ذكرنا مع هذا الحدث، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك، نقرأ بعض التعليقات، يقول أثير: عمي بلد منتهي ما دام الميليشيات تسرح وتمرح وكل من عنده فصيل مسلح يقول اقرأ السلام. أحمد الفرطوسي يقول: عيني طيعوا واسكتوا
هاي الإصلاحات. أما ميار فقط إيه هسه ركض راح يسمع صوتك العالم تناجده وهو خانس اختصاص تغريدة هو أو تغريد. أبو وطن المحمداوي قال وين الجديد بالسالفة؟ هذا شغلهم من زمان. يقول ميليشيات. نذهب إلى ملف آخر ومع تصريح لنقيب الفنانين العراقيين. هاجم نقيب الفنانين العراقيين جبار جولي تنصل رؤساء الحكومات المتعاقبة عن دعم الفنانين في العراق، وقال بأن حكومة الكاظمي تعتمد الكذب والاستعراض الإعلامي في عملها، حيث تنصلت من الوعود التي منحتها سابقا لنقابة الفنانين. وأشار إلى أن حكومتي عبد المهدي وحيدر العبادي لا تختلف عن حكومة الكاظمي في تسويف الوعود وعدم توفير الدعم لشريحة الفنانين العراقيين. دعونا نتابع هجوم نقيب الفنانين العراقيين على الحكومات المتعاقبة في العراق. تفشلنا والله العظيم. مصطفى الكاظمي عبالنا ببركة، طلع مستعرض فيسبوكي كبير وكذاب، وأنا مسؤول عن كلامي. قبل عادل عبد المهدي، قبل حيدر العبادي الفقر بخيل، بشرفي أنا أحكيكم عن تجارب شخصية. كذابين منافقين، والإسلام منهم براء. هم يدعون أنه أحزاب إسلام سياسي، هذا الإسلام منهم براء، حرامية درجة أولى. يذبون الفلوس على فعاليات تافهة. يجي واحد أفاق نصاب يسوي مؤتمر الأمن والدفاع على سبيل المثال، وهي صارت العام الماضي، يصرفوا له ملايين. تصريح نقيب الفنانين العراقيين يعني أحدث ضجة وتفاعلا من قبل العراقيين. كانت أغلب التعليقات والتغريدات مؤيدة لما قاله، ومنهم من علق وقال حول هذا المقطع الذي انتشر يوم أمس. حسن الدرجي قال وصف دقيق لحكام فاشلين. أما رعد التميمي فقال فعلا حكومات متعاقبة فاسدة وفاشلة. أما عبد الكريم دلي فقال والله مع الأسف يصير بالعراق هذا الشيء من 2003 لغاية الآن، تتعاقب حكومات همها الوحيد نهب خيرات البلد والشعب، ونحن لا نستطيع عمل أي شيء، والذي يتحرك يقتلوه بحجج الإرهاب أو البعث أو إلى آخره. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وسارق وقاتل. علي ناظم قال راح يقيلوك من منصبك، هذا اللي يقول كلام حق يدفع الثمن. نذهب إلى محافظة النجف ومع موضوع المساحات الخضراء في العراق. حيث انتقد مواطن النجفي الإهمال الحكومي للمناطق الخضراء والمتنزهات في محافظة النجف التي أصبحت عرضة للفساد والسرقة وحرمان الأهالي من المساحات الخضراء بذريعة الاستثمار. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن من النجف. الألعاب في مدينة النجف الأشرف في حي أبو خالد، أول متنزه اللي في حي أبو خالد اللي بحي المثنى. شوف يا محافظ النجف هذا الخراب يعجبك؟ إيه ليش غرفتهم ليش؟ شوف الوساخة، شوف القذارة، شوف. هاي رسالة إلى مدير بلدية النجف وإلى محافظ مدينة النجف الأشرف. يا سيادة المحافظ، يا مدير بلدية النجف، يعني اسمعنا اليوم تريدون تنطون هذا المكان استثمار. طبعا أنا كنجفي أرفض هذا الرفض القطع، وإلى جمهور النجف طبعا اللي أشوف أنا نرفض جميع إعطاء الأماكن الخضراء إلى مستثمرين، ويجون المستثمرين إما يسووا بنزين خانة، إما كوفي شوب، إما يسوي محلات سندويج ويأجر. عم بطلنا مريد من هنا. جعفر مظلوم، يا محافظ النجف، يا مدير بلدية النجف، يعلن ومستعد أن أسوي هذا المتنزه مجاني للأهالي، ومستعد أن أتبرع. أنا وأخوتي التجار من الصناعيين والتجار في مدينة النجف مستعدين نسوي هذا الموضوع، هذا المتنزه، ونشجره ونضيف لألعاب ونسويه مجاني، بس افتحوا لنا الباب. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. منهم
من علق وقال حيث انتشر هذا المقطع على فيسبوك. علي الشمري قال لا نقبل باستثمار المتنزه ونطالب محافظ النجف ومدير البلدية بعدم المساس بالحدائق العامة. صلاح قال صار لهم قريب السنتين من غلقوا وانهمل هذا المكان رغم كانت به حتى حديقة حيوانات وآلاف العوائل تدخلها كانت يوميا وخصوصا أيام الأعياد. ليش انغلق؟ ما حد يعرف السبب. ليش الإهمال؟ هم ما حد يعرف السبب يتساءل. صادق يقول فساد عابر للآخرة ما صايرة بس بزمن الذين حكموا العراق بعد 2003. نعم يقول كل النجف تم استثمارها حتى الأرصفة لا توجد منطقة خضراء كلها مولات مطاعم والآن الورش داخل المدن لو خارج المدن. نذهب إلى أنفوغرافيك. استمرار أزمة الوقود في العراق والحلول الترقيعية في ظل حكومات ما بعد 2003، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على تداعيات الاحتلال الأمريكي على العراق. العراق عائم على النفط غارق في الأزمات، فلنتابع. طوابير الانتظار على محطات الوقود أزمة تتكرر في بلد يعوم على بحر من النفط، إضافة لأزمات الماء والكهرباء وغيرها. فموارد البلاد أوراق رابحة لأحزاب الخراب لافتعال الأزمات واستمرار الفساد. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والحكومات المتعاقبة تعد الشعب بنظام ديمقراطي يضمن للجميع حقوقهم، إلا أن طوابير الانتظار في ظل انخفاض درجات الحرارة وغلاء أسعار الوقود وغيرها تكشف زيف ادعاءاتهم. سعت الحكومة الحالية لنفي حدوث أزمة في الوقود، إلا أن بوادر الأزمة لاحت في الأفق لتمتد من شمال العراق إلى جنوبه مروراً بكركوك وديالى وصلاح الدين والموصل وصولاً إلى البصرة. أزمة البنزين العادي ما موجود في كل المحطات. وينك وزير النفط؟ وينكم نواب البصرة؟ وين الأحرار من محافظة البصرة؟ خيشوفون الكوارث يومياً، نقعد الصبح على كارثة في هذا البلد العظيم. مشاهد الفوضى عند محطات الوقود أثارت غضب العراقيين لما آلت إليه أوضاع بلادهم، وإضراب القطاع الخاص عن العمل فاقم من الأزمة في وقت تجود به الحكومة بالنفط على لبنان والبرازيل للمساعدة في حل أزمة الوقود هناك. اليوم بنزين ماكو، ليش؟ إحنا أهل النفط، إحنا أهل النفط، نصدر للدول الخارجية يجيبوننا بنزين ويجيبوننا غاز. شنو السبب؟ بسبب سكوتنا، بسبب حكم الأحزاب هذا اللي حكمه العراق من 2003 لحد 2022، وحسبي الله ونعم الوكيل. تقليل الاستيراد الخارجي وارتفاع أسعار النفط العالمية حجج واهية تعمد إليها حكومات الاحتلال لصرف النظر عما يجري من تقاسم لثروات البلد بين الأحزاب الفاسدة وجارة السوء إيران، التي تهدد بين الحين والآخر بقطع حصة الغاز الذي يستورده العراق. أزمات مفتعلة تعصف ببلد النهرين وأبناؤه لا يجدون أبسط مقومات الحياة من الماء والكهرباء، وآخرون نازحون في ضنك الخيام. يحتفل العالم بيوم الأم في 21 من آذار من كل عام لتسليط الضوء على تضحياتها ودورها الكبير في الأسرة وتربية الأطفال حتى بلوغهم. وللأم العراقية مكانة كبيرة في المجتمع بعد صبرها وتحملها ويلات الحروب والمآسي طوال الحقب الماضية وانتهان بحقبة الاحتلال التي عانت فيها ما عانت بعد أن فقدت المعيلة اعتقالا وقتلا وتشريدا، لتكون بحق الأم المجاهدة والقدوة لنساء العالم. لأمهات العراقيين الصابرات الأحياء والأموات منا سلام في كل يوم. هذه جولة مع أبرز التغريدات التي اخترناها على وسم عيد الأم. يقول علي رسول كل عام وأمي وكل الأمهات في العراق والعالم بخير بمناسبة عيد الأم، حفظ الله الأحياء ورحم الأموات. العراق أولا، تقول سكينة باسمك يا الله حصنت أمي من ذبول عيناها وحزن قلبها،
تقول اللهم إني استودعت قلبها من كل ذرة ألم، كل عام وأمي وأمك وأمهات العالم بألف خير. محمد يقول بمناسبة عيد الأم نهنئ الأمهات العراقيات العظيمات بهذا اليوم، أمهات الشهداء والجرحى والأبطال في سوح القتال وسوح التظاهر. في النهاية نتمنى لأمهاتنا حياة سعيدة، حياة بعيدة عن الحروب والفقر، في ظل دولة حقيقية ترى الجميع وتقدس حق الأمهات في عيش حياة كريمة مسالمة. يقول مؤمن العراقي شعرا شعبيا عراقيا، يقول كل عام وأنت بخير يمه، عقبك صرت أحط آه يم آه، وأحسد كل شخص يم أمه ويشوفنها بكل مسية. عيد الأم، كل عام والأم بألف خير. نذهب إلى القصص المنوعة. هذا العام بإذن الله تعود الحياة الرمضانية في الخليج العربي إلى طبيعتها إلى حد ما. هل تعود الأجواء الرمضانية بالكامل إلى عصر ما قبل كورونا؟ البقية مع تقرير لموقع الخليج أونلاين فلنتابع. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا. بعد ارتفاع مهول في أسعار الوقود حول العالم جراء اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، بث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع للسخرية من نقص الوقود في بلادهم. دعونا نتابع هذه الصور مع قناة الجزيرة. صور مضحكة. ابتكار جديد، حيوان أليف ذكي يمكنه التعلم وفهم العالم من حوله، هل تفكر في اقتنائه؟ دعونا نتابع هذا الحيوان الريبوت مع تقرير لموقع سي. Turn the light on.
اسمه إيمو. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.